صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل إدريس عليه السلام كان قبل آدم؟ لأن بعضهم يقول إن آدم يقول هل إدريس عليه قبل السلام؟ نوح. إدريس هذا قبل نوح، إدريس وشيث، شيث ابن آدم، قالوا إنهما نبيان قبل نوح، لكن نوح رسول أرسل إلى أهل الأرض، فهو أول رسول. نوح عليه السلام أول رسول، أما هؤلاء أنبياء ليسوا رسلا. نعم.